أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: بعض المسلمين أو بعض المصلين الذين يحملون هواتف الجوال عندما يرن وهو في الصلاة لا يقفله بقصد الخشوع في الصلاة، وربما آذى أو أزعج المصلين، فما توجيهكم على ذلك؟ الواجب أنه يقفله عند دخول المسجد، الواجب أنه إذا أراد أنه يدخل المسجد يقفل الجوال إلى أن يخرج، لأن المسجد ما هو محل مكالمات ولا محل جوالات، محل لذكر الله والعبادة، فيغلق الجوال عند دخول المسجد، وإذا خرج يفتح. نعم.